يعني هتسافر يا كامل؟ ان شاء الله يا حاج، اسبوعين تلاتة كده. وما قلتش ليه يا ولدي؟ امال حضرتك عرفت منين؟ عرفت وخلاص. منيرة قالت لك؟ وانا هشوف مرتك فين؟ انا فاضل حد. دي زيارة وراجع. اتدروشت خلاص؟ دي الحاجة الوحيدة اللي هتريحني. سيبوني اعملها. وهتسيب مرتك وعيالك وتهجي زي عمك؟ انا مش زي حد. وامك هتسيبها؟ امي، افتكرت هميت امي. عاوز نعمل ايه؟ ارجع امك واعمل لها فرح؟ لا، كفايه اللي عملته فيها. ده انت شايل ومعبي. قول لي عملت فيها ايه؟ انت عارف. لا، عرفني. طلقتها وهي حامل فيا، وجننتها، وسبتها في كل بيت شوي عند خالي ده وخالي ده، وانت ورا محجرك وفلوسك وحريمك الجداد. انا غلطان اني ما خدتكش منها وربيتك ربايه مرت الابو. وريتني القمر، بعدتني عنك. افرض ان ابوك غول ظالم وعمل فيك وفي امك كل حاجه وحشه، تهجره؟ تسيبه؟ انت عارف انك لو خلعت اللي في رجليك وضربتني بيه هوطي على رجلك ولبسك الجزمه اللي ضربتني بيها. هو ده الادب؟ انا عاوزك راجل جنبي مش لبستني الجزمه. عاوزك ايدي عيني. مش هينفع. اوعى تفتكر انك هتصرف على بيتك من الفدانين بتوع امك. انت برضه بتصرف من فلوسي اللي انت رافضها. اللي من وراي ماليش حكم فيه، واللي هقدر اقول عليه لا هقول لا. شوف يا كامل، لو قلت لك ما تروحش الحج ما تروحش. بس انا هسافر. ده اخر كلام؟ ماشي يا ولد، ماشي. سافر وانا مش راضي عنك لو تقدر. احب على ايدك، احب على ايدك. سيبني اعمل الحاجه اللي هتريحني. يعني هترجع يا كامل؟ وغلاوتك عندي هرجع يا ابوي. خلاص، ربنا معاك. خيالتي المحاجر وقفت والدنيا اتشبلبت. عليك وعلى الكل، الحاج محمد برضه شغله وقف. الحاج محمد معاه فلوس لو قامت فيها النار 100 سنة ما تخلص. انت اللي فاجئت. طب اسكت اسكت اسكتي خالص. على فكرة انا حتجوز. يو 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 ده ملمونة. انت فاكر انك من الرجال اللي تزعل عليها؟ فاكرني اضحك معاك يا والله. حيجي يوم قريب واتجوز. اتجوز يا ابو ذكري وشوف اعمل فيك ايه. هتعمل ايه يعني؟ قولين. لا، هتشوف بعين. اتجوز بس انت وهتشوف. خير يا جمال؟ زي ما يكون يا باشمهندس لمحت ديب. ديب؟ والديب هيعمل لك ايه يا جمال؟ هياكلك يعني؟ روح كمل شغلك يا جمال. الخوف يا باشمهندس لما يكونش ديب، لا تكون سلعوه. سلعوه؟ سلعوه ايه يا راجل؟ سلامه عينيك، انت عينيك تعبانه؟ روح كمل شغلك يا جمال. ما هو بيقول يا باشمهندس ان موسمها ده. السلعوه مواتي اسعاف، عربيه اسعاف بسرعه.
عدل الحالة بالإسعاف بسرعة. باشمهندس دول اتنين بيجروا هناك هم يا باشمهندس. بقوا ثلاثة يا باشمهندس، ثلاثة. الحق يا باشمهندس بقوا أربعة. كسر ولا عيان ولا حاجه؟ الحمد لله. عاوز انا ارجع متكسر ليه؟ 10 سنين غايب، وانا قاعد اقول مفيش حاجه تمنع غير المرض والعي. وانت راجع لي مفيكش حاجه وصحتك زينه؟ انت عاوزاني عيان ليه؟ عجايب والله. كنت فين؟ في بلاد الله. يا سلام، رد زين منك قوي بعد 10 سنين. انا مرتك ام بيتك مش واحده قابلتها على الطريق. بس يا ام حرام عليك، سيبيه ده راجع تعبان. يا ريته كان راجع تعبان كنت سكت، لكن قدامك اهو ايه اللي كان منعه وحاشه. كنت في مصر جربت كذا شغلانه، وبعدين قلت ارجع اشوفكم. لا، الف حمد لله على السلامه. جاي تتمخطر وشك يتولع منه الكعب، واحنا هنا نطبخ المرار. بس يما قومي. مرار ليه؟ ما الخير كتير. خير اللي كتير؟ ها؟ خير الناس؟ سيدنا نشحته؟ سايب الدين ولايا رميهم وجاي تقول لي الخير كتير؟ يما افرحي مره في عمرك، اللي كنت مستنياه رجع. رجع؟ أمك ملهاش في الفرح يا زهرة. بعدين يا بدر هنبقوا نتكلموا. عاملة إيه يا زهرة يا بنتي؟ رايقة يا أبوي وزي الفل، الحمد لله بالسلامة. اسمع يا أحمد، مفيش حاجة اسمها بعدين. كنت فين؟ في الدنيا قلت لك.